وختام صباحنا لليوم حتكون من مكتبة الأسد التي تحتضن فعاليات معرض الكتاب. امبارح تم توقيع كتاب تحت عنوان شرس هذا الشتاء يا حبيبتي للكاتب حسين عبد الكريم. اليوم ضيف فقارتنا الشاعر والكاتب حسين عبد الكريم. بدنا نقول لك سعد صباحك وبدنا نقول لك مبروك توقيع الكتاب. صباح الحب لحضوركم ووجودكم وللإعلام السوري الجميل والحبيب أيضا. أستاذ صباحك أستاذ ألف مبروك أول شيء توقيع الكتاب. كنا عم نقول قبل ما نبلش الفقرة قد اليوم حلوة جرعة التفاؤل والحب يلي مثل ما قلت لي قبل شوي ما فينا نعيش بدون حب. يعني الحب هو مبرر وجودنا، يعني إذا استطعنا أو فكرنا نشطب الحب منكون ما نفكر نشطب وجودنا، هذا أولا. ثانيا الحب لا يكون عابر حياة، الحب يقيم في الحياة، ونحن نجاور هذه الإقامة، إقامة الحب، ونحاول أن نتحرش بالحب كي نتورط بالحب، هذا التورط النبيل الدافئ الجميل الذي يعزز كياناتنا. الحب بلحظته الكبيرة هو نستطيع أن نعتقه، أن نخلق منه نبع، وهذا النبع يبقى في جريان، يبقى في شهية الحياة والجريان. فصباح الحب لكم. صباح الحب لك أستاذ. لما نقول شرسا هذا الشتاء يا حبيبتي، ليش هذا العنوان أول شيء؟ شراسة الشتاء. أنا مع هذا السؤال الجميل، يعني أنا بظني أن الشراسة صديقة الحب، ليس هناك حب بالهيونة والليونة طبعا، ولا أعني بالقسوة والشد وحالة النكد، لا، أعني بأن الشراسة هي صديقة هذا الحب كي نحميه. ونحن مرت علينا أوضاع فيها الكثير من الجرح، الكثير من هزيمة الضوء، ولهذا البحث عن هذه الشراسة كي نحمي ضوء الحب. الحب دائما بين أصابعه تضوي مساء الكتاب، وقلت الأمس للكثيرين من زملائنا الأعزاء وأصدقائنا وتحيلي أشواقكم وأشواقهم الجميلة أيضا، قلت لهم حضوركم يضيء مساء الكتابة. وتحيي أيضا لسؤالك، قال لي صديقي الفنان الجميل بسام كوسة حين أرسلت له أرسلت له العنوان، قال لي الشتاء عبقري الربيع، وأنا بظني الشراسة عبقرية الحب، فنحن أصدقاء هذه الشراسة. وسأقتطع مقطعا من هذه الشرس يا حبيبتي، شرس هذا الشتاء يا حبيبتي. الأوطان يا حبيبة الجميلين يبنيها حب الفقراء الطيبين العاشقين. الشتاء وطني بامتياز من عائلته وعاداته، أنه طفل يرتب الريح والغيمات والأمطار، وفي آخر موسم طفولته وألعابه يتسلى بالثلج وفطرة الأحزان والكوانين. لكنه هذه السنة يلعب مع الأسى والأسف وأندر الكوارث وأصعب الأعاصير والتنين، لكنه ليس يوحل أو يعجب بالموحلين، له دهر وزهر وعطر عظيم وغابات عشق عتيق وإبداعات طين. قد يكون متعبا أو متعبا في لحظة ضنك وأنين، لكن لا ينسى أن يؤمن على مؤن الخيرات والضرورات، قمح العلاقات العائلية زيت الحنين. أخطأ في رعاية أحوال الأشواق البلدية المعتقة بعض المتعبين، أسعد الله صباح المحبين، شرس هذا الشتاء يا حبيبتي في الربيع والكوانين. الله يسلم تمك يا أستاذ، يسلم تمك. دائما بيخطر لي سؤال، اليوم إن كان فنان تشكيلي، إن كان رسام، إن كان كاتب بمختلف أنواع الفنون الراقية اللي نحن فعلا بحاجة كتير لإله اليوم، شو هي مساحة الأمان اللي بيحسها الكاتب بعجقة هالحياة؟ كيف قادر هو يستجمع يمكن أفكاره، ياخد هاي اللحظات اللي ممكن ينفصل فيها عن الواقع حتى يكون في إنتاج جميل، إن كان لرواية إن كان للوحة، بيتغاضى يمكن عن صعوبات الحياة كلياتها حتى نوصل لهذا الإنتاج الجميل؟ هو دائما بالضرورة الزمن أقوى منا، والزمن حتى رغم بحثنا عن الشراسة التي نسيج بها الحب، الزمن يعني الزمن كائن مخيف، كائن يستلب منا، يستدين منا جمالنا ويترك فينا أحيانا ما ليس جميلا. بظني أن لحظة التأمل هي لحظة الزمن الجميل، لحظة الزمن الجيد. وأنا قلت دمشق هذه المدينة طبعا، وكل المدن الأمهات، لا أتوقف عن دمشق فقط، كل المدن الأمهات
في قلبها ووجدانها وأعصابها أبد كبير من الحب. لا يمكن أن نتحاور مع هذا الأبد الكبير من الحب والأشواق العاتية والعالية، لا يمكن أن نتحاور معها من دون أن نحمل آبادنا الصغيرة من الحب. آبادنا لحظات هي أبد، فبالضرورة والمكانة والحب والرقي أيضا نستجر زمنا راقيا إلى حيث نحن، فيصبح الزمن من ملحقا بنا كمحبين كمشتاقين كصادقين أيضا. يعني أنا قلت لك قبل أن ندخل إلى وجع اللغة وجع الضوء، قلت لك كتبت لأخي أن الذي بيني وبين الناس المودات هي الأجمل من كل المصالح، هي مصلحة لكن مصلحة ترتبط بالوجدان. دائما نحتاج أن نربط كياناتنا بالوجدان الراقي، بالوجدان الوطني أيضا. الوطني هو وجدان، لا يوجد وطني ليس وجدانيا، ولا يوجد وطني ليس محبا، ولا يوجد وطني بشع. الأوطان لا تكون بشعة، الأوطان دائما ننتقي منها ومن أجلها ولعينيها كل الحضارة الوجدانية الحلوة، كما تنتقي النساء العتيقات في القرى والبلدات، كما تنتقي بأصابعهن أجمل ما في القمح من قمح، وأجمل ما في السنابل من سنابل، وأجمل وكما تفعل العرائش أيضا، تهدي العرائش للدينان مثلا، تهدي أجمل ما عندها من عناقيد، لتبقى العناقيد، تتعتق العناقيد في بقاء جميل وبهاء. ولهذا أنا أقول لكل أصدقائي وأحبائي، أشكر أشواقي أشواقكم الجميلة والتحياتي لعموم أشواقكم، فنحن نحتاج إلى هذه العموميات التي هي شخصية وهي عامة طبعا. وأنا أعاتب وأعيد كثيرا على وسائل التواصل حين نستصغر ما عندنا، يعني لا يمكن أن أقدم للآخر عبر هذا التواصل شيئا ليس كبيرا، ليس جميلا، ليس يدهشه قليلا أو كثيرا، ليس يهديه نضارة ما. فالكتابة هي هذه النضارة، والزمن الذي يعنينا هو الزمن الذي يقبض بأصابعه على نضارة ما، على اخضرار ما، على كروم. نحن دائما أشواقنا فقيرة من دون كروم، فالتحية لكروم أشواقنا جميعا، ولزمن سوريا هذا الزمن النضر الذي كان يقول لي حنمين كثيرا هذا الكاتب الرائع، وقد أوردت كثيرا عنه في روايتي، أنا أخذت فصل طويل في رواية شرس هذا الشتاء يا حبيبتي عن الأصدقاء الذين عتقت الأيام بيني وبينهم أشواقا عالية ورائعة وجميلة، وحن منا واحد من هؤلاء كان يقول لي سوريا منجم المحبين. يعني دائما هناك إمكانية للعثور على الحب والعثور على الزمن النبيل النضر، هناك أزمنة عادية يمكن أن نعثر عليها في الشوارع على البسطات، أما الزمن النبيل النضر ولو كان قليل هو صعب وقليل ونادر، ونحتاجه أكثر من كل الأزمنة المتراكمة. طيب أستاذ خلينا نرجع شوي للرواية، ندخل بين صفحاتها، خلينا نشوف اليوم الأفكار والرسائل اللي حاولت توصلها ضمن هاي الرواية، خلينا بفصل الأصدقاء اليوم. تماما، أنا أشكرك على هذه اللفتة. طبعا هو فصل أنا أحب بالرواية شرس هذا الشتاء يا حبيبتي، حاولت أن أبتكر أسلوبا في الكتابة يختلف عن الأسلوب الآخر، يعني ولا أدعي أني متفوق على الآخرين بأساليبهم. هلا مثلا أنا محمد الماغوط هذا الكاتب الذي جمعتني به الدهشة منذ يعني تماما بال 1986 كتبت عنه أحيا أمسية، هو ونزار قباني وعمر أبو ريشي، ثلاث عمالقة في مكتبة الأسد. فكتبت عن محمد الماغوط الكتابة، هذا الشاعر المتمرد، الكتابة الواضحة كجراح في الصدر. وبحث عن، أنا كنت آنذاك نسمي في عاصفة الكتابة، وكان محمد الماغوط ريح كبيرة، وآنذاك كان محمد الماغوط يمشي يوميا إلى قهوة أبو شفيق، وله مقطوعة جميلة اسمها الأضبة ربما، ما من قوة في العالم ترغمني على محبة ما لا أحب أو كراهية ما لا أكره، ما دام هناك تبغ وثقاب وشوارع. آنذاك كانت الحياة قريبة كثيرا إلى أحلام، إلى كوابيس. محمد الماغوط متخصص بالكوابيس لكنه يسيجها بفسحة أمل دائما. وحن مينا مثلا كان هذا الطفل البارع الذي جمعتنا به، نشر في ملحق الثورة الثقافي
عندي كنت أنا مشرف على ملحق الثورة الثقافي إلى 2008، نشر عندنا 5 روايات من أجمل رواياته، من بينها النار بين أصابع امرأة، حارة الشحادين. طبعا هو كتب عن البحر كثيرا، وهو جاور البحر وكنيته مستمد من البحر، وبعض الذين يعرفون حنا مينا مثلا يخطئون يضعونها في الهاء، هي مينا من الميناء، وهو قالها لي كثيرا. طبعا لا أنسى علاقة الحميمي والراسخة بالشاعر الكبير الذي رحل مؤخرا فايز غدور. فايز غدور كان بالملحق الثقافي كان يكتب زاويته مصادفات إلى يسار زاوية الكلمة الأولى، وكان هذا الشاعر الجميل يأتي وقد حمل بين يدي دائما عواصف في الكتابة والحبر والحب وجنون الكتابة البصير. ويوم رحل فايز غدور كتبت الشاعر فايز غدور جنون لا يكتمل بالغياب. طبعا وهناك الكثيرون من جوزيف حرب ذكريات الشاعر اللبناني، سنتوقف إذا كان هناك اختيارات بزماني. حاورت الكبير جوزيف حرب، طبعا جوزيف حرب تربطه علاقة عميقة بشقيق الشاعر السفير علي، وأنا اصطحبت جوزيف حرب ذات ظهيرة إلى محمد الماغور، وكنا نجلس شبه أسبوعي بدوار أوتيل الشام نرى دمشق، وكان يأتي أسعد فضة أسعد فضة أسعد فضة عديل الماغوط، وهو آخر طبعا لا، وأدونيس أيضا عديل محمد الماغوط. أدونيس وزوجته متبقيان، لكن أسعد متبقي وقد رحلت زوجته الفنانة مها صالح. أكيد رح نحكي تفاصيل توقيع الكتاب، لكن التفاصيل كيف كانت لتوقيع شريسون هذا الشتاء رح نتابعه مع بعض أستاذ، نرجع لنكمل حديثنا معك. ضمن فعاليات معرض الكتاب الذي تستضيفه مكتبة الأسد الوطنية بدمشق وبحضور عدد من الأدباء والمثقفين، تم توقيع كتاب شريسون هذا الشتاء يا حبيبتي للأديب الروائي حسين عبد الكريم. الرواية تضمنت شخصيات رئيسية وثانوية من شخصيات أدبية وفنية وثقافية مرت في حياة الراوي، فتركت في ذاكرته أحاسيسها واندفاعاتها، فالكاتب يكتب برمزية شديدة العمق وبمعاني بسيطة التراكيب والمفردات. بشد القارئ من بداية الرواية، مع أنها أحيانا بتكون هيك رواية كبيرة، لذلك مستمتع أنا بقراءة كتاباته. والكتاب الأخير، الرواية الأخيرة اللي وقع اليوم، من ضمن هاي النمط اللي بيكتب فيه، والروحانية بهاي الرواية عالية أكثر من كتاباته السابقة. إنسان كتير واضح وصريح ومنطلق، ما بيهمه حدود للغة، يخترع في أي لحظة أي كلمة ويقول لك أي مقولة لكي يقنعك بما يتحدث عنه. حسين مثقف جدا وذاكرته قوية، وهذا السبب اللي دفعه أنه يكون من الكتاب الأوائل بسوريا. شاعر حساس ومرهف ولغته عالية جدا، فحبيت اليوم أنه بسطت أنه في توقيع له لأقدر أحصل على توقيعه على روايته شرس هذا الشتاء يا حبيبتي. لم يخرج الروائي حسين في روايته شرس هذا الشتاء يا حبيبتي عن لغته الإنسانية التي تفيض عشقا وحبا. نرجع نبارك لك مرة تانية. قدي حلو اليوم الأصدقاء حواليك، هذا المحيط قدي بيعطيك دعم لحتى تقدر تعطي وتكتب، هذا القلم ينتج شيء جديد. الأصدقاء أوطان جميلة وأوطان صغيرة لابد منهم، ولا يمكن الحياة من دونهم. أكيد. تماما. وطبعا تحي لأرواحهم كثيرا، وعندي الآن قصيدة طويلة هي الأصدقاء، لن أتوقف عندها ولن أتوقف عند اللاذقية محبرة والبحر شاعرها الكبير أيضا، مليئة بجنون اللغة الذي يحاول الوصول إلى جنون البحر أو التعبير عن هذا الجنون العظيم. لكن سأختم بدمشق. زيتونة في الحب أغنية، دمشق عصير كرومها التاريخ، والأبد المعتق والنساء الكائنات يخطن ثوبا للبقاء، فلا يشق قبالة كحلها عين العواصف، والفلسطين النبية كل جرح في دينان نزيفها تعتيقه غرب وشرق. زيتونة في الحب أغنية دمشق.
طبعا. وأنا أقولها ختاما، كم في دمشق دروب تشيل عن القلب هم الدروب، وليس في وارد الحلم والعيش أنا نتوب. كم في دمشق دروب تشيل عن القلب هم الدروب. طبعا أنا أعبر دمشق مشيا وأحاول أن أعبر ذاكرتها، لكن ذاكرة دمشق تحتاج إلى آلاف الذاكرات، ولهذا أحمل بين يدي دائما أبدا مشتاقا كبيرا صغيرا لأستطيع حوار دمشق وعيني دمشق. وأجمل من دمشق كحل دمشق، وأجمل من كحلها كحلها. أسعد الله صباحكم. صباحك يا رب مرة ثانية. بدنا نقول لك شكرا أنك كنت موجود معنا اليوم وعطيتنا يمكن هذا الكمل كتير كبير من الحب اللي نحن بحاجته كل صباح وكل يوم، حتى نحن بحاجة لحتى نقول لكل العالم أنه رغم هي الظروف الصعبة في مكان للحب، في مكان للأصدقاء، في مكان لحتى نحب نحن الأوطان ونحب يمكن كل جزئية وكل تفصيل موجودة ببلدنا. شكرا كل الشكر لك أستاذ وموفق يا رب. صباح الخيرات، أسعد الله أوقاتكم. وصباحك الكاتب حسين عبد الكريم، نتشكر حضورك لليوم وبنرجع نقول لك ألف مبروك توقيع الكتاب، وبتمنى هيك نشوفك بصباحات ثانية. شكرا لحضرتك. تحية لبقائكم وبهائكم وللإعلام السوري الرائع. أهلا وسهلا. صباح الخيرات.